لقطة خاصة يعني كانت موجودة معنا نشوفها وهو يفرح. خلينا نشوف الطفل اللي يجلب الكور كيف كان خاف من فرحة قمز وشعر يعني. شوف شوف اللقطة اللقطة أبو عبر. شوف شوف خلينا نكمل اللقطة كمل اللقطة. طيب ايش صار اللي بعد اللقطة؟ ايش صار؟ خلينا نشوف القمج سوى بعد هذه اللقطة. فهذا في اخر المباراة اتجه نفس الطفل هذا اللي شوف كان يسأل عن الطفل اللي خاف من فرحتي، اتجه له وقدم له التيشيرت. شكله راح البيت. شوف شوف اللقطة. شوف زي يقول هو نفس الطفل. ايوه حلو. خاف زيادة. خاف. الطفل خايف. ترى الطفل خايف. باقي. هو الطفل لا زال خايف. بس إنه حصل على تيشيرت قمز في هذه المباراة. والله سبرنت. حلو. الفرق. عبد الله فلاته تعليقك على اللقطة.